والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. يسري وارد أنك تقول يسري، وارد أنك تقول يسري، لكن هون ممكن أهل اللغة يحتاروا في موضوع، يحتاروا في موضوع ليش قال يسري؟ إلها تخريجة في اللغة يا شيخنا؟ محيرة أنا هيك بسألهم. إلا هي الأصل وين تبتيجي يسري؟ لما تيجي تقول لم يسري، لم يسري مجزومة. وهون طب شو؟ ما فيش جازم هون، هون ما فيش جازم. والليل إذا يسر وتقرأ إذا يسري. خطوة القراءة هاي يسري. طيب لأنه بلزموا دائما اللي بيعرفوا في القراءات في هذه المسألة، لأنه أنت تفسر في التفسير معرفة القراءات ضروري. إذا هي المسألة عن سابق قصد. كيف يعني؟ والليل إذا يسري، هيا والذي إذا يسر. هون بدنا ننتبه لقضية بيكتبوا مرات في مواقع تبشيرية كثيرة ببلبلوا المسلمين، فكان بيجينا رسائل إنه المبشرين بيقولوا والمشككين والملاحدة إنه القرآن فيه أخطاء لغوية، مثل هيك ومثل هاي ومثل هاي ومثل هاي ومثل هاي ومثل هاي، ويجيبوا أمثلة. أكثر رد على هؤلاء الناس قبل ما تخوض في إنه صحيح هاي فيها خطأ لغوي ولا أنتم مش عارفين تعربوا، فيها خطأ لغوي ولا مش عارفين تعربوا، مش هذا الجواب، مش هذا الجواب. الجواب كالتالي، إنه عند أهل اللغة، اللغة العربية، أي عربي قبل 150 هجري، أي عربي قبل 150 هجري تكلم بأي كلام فهو عربية فصحى، إذا كان هذا يعيش في الحضر. وأما إذا كان يعيش في البادية فلحد 250. انتبهنا؟ إذن عند علماء، انتبهوا لهذه القضية مهمة، عند علماء اللغة، عند علماء اللغة أي عربي يعيش في الحضر قبل 150 هجري أي كلام يتكلمه عربية فصحى. فيش شيء اسمه خطأ في اللغة، لأنه فيش شيء إنه ناس بلفظوا لغتهم بتلفظ هاللفظة نقول غلط بتلفظوا أنت، إيش دخلك أنت؟ إحنا متفاهمين. إيش هو يعني غلط؟ ما هي هذا المستخدم عندنا. إيش الغلط؟ في أي لغة كانت على فكرة؟ في أي لغة في العالم؟ نيجي نقول للإنجليز ليش تكتبوا بيبل هيك غلط؟ شو؟ إيش دخلك أنت؟ إحنا نكتبها هيك. نفس الشيء لفظ. فهون واذا كان بيعيش في الباديه، اذا عيش في الباديه 250 هجري، ما قبل 250 هجري اي عربي قال شعر او اي كلام فهو عربيه فصحى. خلصنا؟ طب الرسول عاش قبل 150 هجري ولا لا؟ عاش قبل 150 ولا لا؟ خلاص. اذا البدوي بتقبله منه اللي عاش قبل 250، طب هذا الرسول وأمام العرب وقال عن نفسه إنه أفصح العرب بيد أنه من قريش، مش هيك؟ أفصح العرب، والعرب ما قالت له غلط، جايين هذول يقولوا غلط. إذن بس هذا الرد، مش التفصيل. التفصيل ببساطة منبين لكم سخافات الكلام إنه في غلط. في شيء اسمه غلط أي كلام قيل قبل 250 هجري أو قبل 150 هجري، خلاص هذا لغة عربية. أما النحو والصرف، هذه قواعد وضعت فيما بعد مشان الناس اللي ما كانوش بيعرفوا عربي، مشان يعلموهم اللغة بسهولة، ووجدوا إنهم غير قادرين على وضع قواعد تشمل كل المفردات، شك؟ فدائما قالوا شذت هاي وشذت هاي وشذت هاي وشذت هاي، مش هيك؟ ومش بس هيك، وبتلاقي القاعدة كنقل لك ويشذ عن هذه القاعدة كذا كذا، ولا هم ليش بكرهوا الإعراب الناس؟ كنقل لك هذه القاعدة ويشذ عنها كذا وكذا 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 وكذا، إيه وين القاعدة؟ ماذا مشذ عنها 17 حالات؟ وين القاعدة؟
أيوة، هذه مش مدركين هم إنه النحو جاء بعدين، إنه اللغة شيء والنحو شيء. إيش يعني النحو والصرف؟ محاولة استكشاف اللغة. أني لغة هاي اللي بحكوها. ولذلك لما نيجي نقولهم جماعة النحو ومن أوفى بما عاهد عليه الله، إيه دبروها عليه، ومن أوفى بما عاهد عليه، مجرورة بعلى وعلامة جرها الضمة هيك بتقولوا؟ هاي صارت مع الأستاذ قبل يومين. المهم طب إيش؟ طب ما هو قرأها أصلا، قرأت الرسول أيضا قرأها، ومن أوفى بما عاهد عليه الله، قرأها عليه يعني مش عربي هو، وقرأها أيضا على الصحابة، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. أيوة لاحظوا هون، بدي مشان هاي تكون منتبهين، يعني هاي قضية إنه في أخطاء في القرآن أو السنة مش معقول، ولا في كلام أبو بكر في أخطاء، ولا في كلام عمر، ولا في كلام العربي اللي كان 150 و250 هجري. تمام؟ طيب إيش يعني عليه؟ أيوة علماء النحو والصرف كانوا بيحاولوا يضعوا قواعد تقريبية ما بتشمل كل شيء، لأنه أصلاً أنت في أي لغة كانت، الذي يعبر مش بس الحركات، إنه هذا ناصب وهذا جازم، لا، أنا مرات بعدل عن القاعدة مقصود، وبيستخدموا العربي. يعني مثلاً لما واحد بده يستنكر عن واحد وبده يسخف كلامه، شو بقول له؟ بالله مش إلها طريقة، مش إلها طريقة. وذلك زي ما ذكر بعضهم، قالوا لواحد اسمع، طيب احنا ممكن نسامحك، بس بتطلع على الناس وبتقول لهم انا لص، موافق؟ قال لهم شو اقول؟ قالوا له بتقول انا لص. طلع قال لهم للناس انا لص، هم قالوا له قول انا لص، قال لهم انا لص. انتبهتوا كيف؟ طيب بالتالي بما انه هون في الآية، حتى اوضح لكم شو مقصود، لاحظوا ومن اوفى، اذا الكلام عن عقود وعهود، ودائما لاحظوا شو قلت انا، وعهود، ليش بقول وعهود؟ ومن اوفى بما عاهد عليه الله، اذا المقصود فيها ايش؟ هاي تأكيد العهد وتفخيمه وتضخيمه ومسؤولية عظمى، لأنه ديروا بالكم لفظ الجلالة إذا سبق بالكسر يرقق. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، لأن بدنا نفخم ونفخم العهد ونفخم المواثيق. ومن أوفى بما عاهد عليه الله، لأنه لما تكون لفظ الجلالة مش مسبوق بكسر يفخم، وإحنا في مقام إيش؟ عهود ومواثيق مفخمة. إذن اللغة مش بس هذا حرف جر وهذا حرف جزم وهذه، لا، ما هي هيك اللغة من قام. إذا بدكم تعرفوا اللغة العربية شو كانت، انظروا القرآن. طيب لاحظتوا؟ طيب ليش قلنا هذا الكلام؟ أيوة لأنه هو قال يسري وقال يسري، لأنه مين فيها خفة أكثر؟ أولا يسري خفيفة وسريعة، ويسري فيها امتداد، لأن السريان فيه قضيتين، السريان فيه قضية خفة وفيه قضية امتداد وانتشار. أنتوا بتشوفوا اللي بتعبر أكثر على الانتشار يسري ولا يسري؟ اللي بتعبر عن الانتشار أكثر يسري. طب واللي بتعبر عن الخفاء أكثر والسرعة، السرعة يسري. خلاص هذه اللغة، هذه اللغة مش بدها تحكمنا. وبالتالي القرآن تجده من الأمثلة هاي كثير، في اللي بيقرأوا في قراءة حفص، رواية حفص، بيجدوا مثلا
إنه يخلد فيه مهانة، الأصل فيها تقول الأصل حسب يخلد فيه مهانة، فيه شو بقول؟ يخلد فيه مهانة، يخلد فيه مهانة يقابلها وأن تشكروا يرضاه لكم، والأصل فيها إيش؟ وأن يرضاه لكم أكثر. ليش؟ ليش؟ لأنه بتبقى أنت مثلا واحد بدك تنتقم منه وإيش؟ بتلحقه وهو بركض تجد بكى على الأرض مشان تتشفى، شو بتقول له؟ خليك بتستاهل. طب ليش ما تقول له خليك بتستاهل؟ ليش ما تقول له خليك بتستاهل؟ ما بتشفيش الغليل، بتشفيش الغليل، خليك ولذلك شوف عن النار شو قال؟ ويخلد فيه مهانة. ما بتلاحظوا كيف بنحشر فيها حشر؟ ما بتلاحظوا كيف بنحشر حشر؟ ويخلد فيه، هاي اللغة، هذه اللغة. وبما أنه وإن تشكروا فيه رضا، عكسها تمام، عكسها تمام، وإن تشكروا يرضاه لكم، لأنه في قبول، قبول سريع، في رضا، في رضا، في سرعة في القبول، وإن تشكروا يرضاه لكم، تمام؟ فننتبه لهذه القضية وإحنا نقرأ في القرآن، ما يخدعناش إنه هذه اللغة، اللغة للقرآن. قواعد ما لنا فيها القواعد، إحنا هاي القواعد التقريبية للتعليم، هذه القواعد التقريبية للتعليم، خلصنا من الموضوع في موضوع يسري.